عالجنا 2 مليون بني آدم بنسبة نجاح 96%. النهاردة الدواء المصري أصبح متوفر وسعره يعني ميجيش 8 حاجة، كلام فاضي خالص. النهار بتكلم علاج 3 أشهر لمرض مزمن كان بيسأل صحة البني آدم المصري بيعمل مضاعفات 1450 جنيه، فده طبعا كان حلم. ده المؤتمر السنوي العاشر للمعهد القومي للأمراض الكبد والأمراض المتوطنة، ويعتبر بحق هو من أهم المؤتمرات العلمية في مصر. تخيل حضرتك ان احنا على مدار يومين 50 جلسة علمية، بواقع 25 جلسة علمية لكل يوم، ده يعني كم ضخم جدا. عندنا اكتر من جلسات نقاش عن لمشاكل الجهاز الهضمي زي امراض القولون التقرحي والقولون المناعي، وجلسة خاصة عن وحدة زراعة الكبد داخل المعهد والنتائج اللي موجودة والخطوات المستقبلية، بحيث نقدر نقدم خدمة طبية مميزة لمرضى الكبد داخل مصر. احنا بنتكلم في حوالي 50 جلسة مغطية كل فروع الطب، يعني مش مجرد بس الكبد والجهاز الهضمي، لا عندنا جلسات جراحة، جلسات أورام، جلسات أشعة، جلسات تخدير، كل الفروع الطب متغطية في المؤتمر. الحاجة الثانية ان كان عندنا يومين ورشة عمل قبل المؤتمر، خلصوا امبارح. ورشة عمل كانت باطني وكانت جراحة وأشعة تداخلية. مشكلة فيروس سي في مصر تاريخيا وحاليا، ومجهودات وزارة الصحة في القضاء على فيروس سي، وعلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية في السنة القادمة للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير المعدية، السكر والضغط والسمنة، ومجهودات وزارة الصحة اللي هتبذل عشان إن شاء الله نتخلص من فيروس سي تماما في خلال السنة أو اثنين القادمين إن شاء الله. المعهد بيضم أقسام كتيرة، في قسم الأشعة اللي بيخدم الكبد، في جراحة الكبد، في الزراعة. بالنسبة لوحدة الجهاز الهضمي موجود، في عندنا أمراض القولون، في عندنا وحدة للتردد الحراري لأورام الكبد، في عندنا وحدة مناظير متكاملة لكل أمراض الجهاز الهضمي، فالمعهد يخدم كل أمراض الكبد والجهاز الهضمي كاملاً.